يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت الله فلم يستجب لي. كذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم العجلة في الحكم على الناس. بعد ذلك الله تعالى يعلمنا كيف نتعامل مع الآخرين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هوانا في الليالي السود بدر إذا ما الليل أغسق أو توانا، قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم، وكل هم من همنا يزول باسمك يا عظيم. يا ربنا بالفاتحة وبالرجال رجال الفاتحة تجعل أمورنا ناجحة، نحن وكل المسلمين. قريبا في رمضان ملتقى القلوب الموسم السابع، سمراء سر من صام